إذا قيل ما هي الفوائد المتعلقة بالتوحيد من قول الله عز وجل أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون؟ فقل فيه بيان بطلان عبادة ما سوى الله، فما سوى الله مما يعبد لن يستطيع أن يخلق شيئا، بل لو اجتمعوا كلهم على أن يخلقوا ذبابا ما استطاعوا. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه، ضعف الطالب والمطلوب. فهم لا يخلقون شيئا، بل إنهم يخلقون، بل إنهم لا يستطيعون أن ينصروا عابديهم، بل إنهم لا يستطيعون أن ينصروا أنفسهم، فكيف ينصرون عابديهم إذن؟ فكيف يعبدون من دون الله عز وجل؟